عودة التوتر التركي الأمريكي فيما يخص شمال وشرق سوريا وآخر التطورات المتعلقة في ذلك، نستعرضها وإياكم بعد أن نشاهد التقرير التالي. حتى اللحظة لا يوجد ما يفسر استمرار تهديدات النظام التركي لمناطق شمال وشرقي سوريا في القيام بعمليات عسكرية، رغم أن الدوريات التركية الأمريكية تجري على قدم وساق في المناطق الحدودية السورية التركية تحت يافطة اتفاق الآلية الأمنية، آخرها كان شرق مدينة تل أبيض، إذ تجدد التوتر بين واشنطن وأنقرة إزاء ما تسمى المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا واحتمال شن تركيا عملية عسكرية فيها. وزير خارجية النظام التركي مولود تشاويش أوغلو زعم في مقابلة تلفزيونية أن بلاده لم ترى جدية من جانب الولايات المتحدة، وأنه يعتقد أن هذه العملية الجارية مع الجانب الأمريكي لن تأخذهم إلى النقطة التي يريدون الوصول إليها حسب قوله. من جانبه يرى وزير الدفاع التركي خلوسي أكار أن جهود إقامة المنطقة الآمنة حالت دون حدوث أي مماطلة، مشددا على استعداد بلاده لجميع الاحتمالات. ولطالما أشهر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بطاقة اللاجئين السوريين في وجه الغرب باعتباره الخيار المفضل لابتزاز الأوروبيين، ففي كلمة خلال مراسم افتتاح الدورة البرلمانية في أنقرة تطرق أردوغان لورقة اللاجئين السوريين قائلا إن بلاده تعتزم توطين مليوني شخص في المنطقة الآمنة المزمعة التي قال إنها ستمتد شرقا من نهر الفرات في سوريا إلى الحدود العراقية، في حين قال الناطق باسم حزب الشعوب الديمقراطي غوناي كوبلاي خلال مؤتمر صحفي إنه ليس من حق تركيا الهجوم على تراب بلد آخر وليست هناك حجة له، معتبرا هذا الأمر غير مقبول. كوبلاي أضاف أن قصدهم من المنطقة الآمنة تفريغها من الكرد، وأنهم يرغبون في تغيير ديموغرافية شمال سوريا، وأنهم سيستخدمون اللاجئين السوريين كأداة فقط في استراتيجية إنشاء المنطقة الخالية من الكرد. في الوقت ذاته سيتم نشر بذور التفرقة والعداء بين شعوب المنطقة لمدة طويلة. هذا ويرى مراقبون بأن الأهداف التركية قد تكون مختلفة عن الأهداف الأمريكية في سوريا، ما يؤسس لعدم الثقة بين الجانبين من جهة، ويؤخر أو حتى يمنع أنقرة من المضي في نواياها للقيام بعمل عسكري شمالي وشرقي سوريا من جهة ثانية، في ظل ميزان القوى الذي يحكم العلاقات الدولية ويرغم الأضعف للامتثال للأقوى. حول هذا الموضوع معنا من أنقرة الكاتب والمحلل السياسي طه عودة أوغلو. أستاذ طه مساء الخير، شكرا على قبول الدعوة. نتكلم عن تصريحات وزير الخارجية التركي وأيضا وزير الداخلية التركي حول أن اتفاق الآلية الأمنية لم يحقق النتائج المرجوة بعد، وأمكانية قيام أنقرة بعمل عسكري أحادي في مناطق شمال وشرق سوريا. إلى أي مدى اليوم هذه التصريحات، هذا الإصرار والتكرار التركي يؤدي إلى سحب المصداقية من جانب أنقرة؟ يعني مساء الخير بداية لك والسادة المشاهدين. من دون شك يعني حاليا تابعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية حالة من التضارب في التصريحات التركية، من جهة هناك تهديدات وتلويحات بضربة عسكرية، ومن جهة أخرى نلاحظ أن اليوم وزارة الدفاع التركية تعلن تسيير الدورية البرية الثالثة ما بين الجيشين التركي والأمريكي، هذا من جهة. من جهة أخرى كما لاحظنا جميعا أن التصريحات هي تصدر من قبل واشنطن، التهديدات والتصريحات متكررة من قبل أنقرة عفوا، ولكن واشنطن إلى حتى هذه اللحظة يعني التصريحات هي متسقة ولا توجد أي يعني تهديد أو أن الأمور هي تسير على ما يرام، صرح به أحد المسؤولين الأمريكيين قبل يومين. يعني كل هذه الأمور أعتقد أن هو أنقرة يعني تقوم الوقت الحالي هي في يعني توجيه رسائل
بالدرجة الأولى للداخل التركي بأنها هي لن تترك هذه المنطقة وأن العملية العسكرية مستمرة. من جهة أخرى هي تريد أن ترفع من سقف يعني مطالبها الولايات المتحدة الأمريكية، وكما يقول يعني ما تحصل عليه هو كان خير بالنسبة لها، هذا ما تريده أنقرة. ولكن يعني يبدو أن واشنطن يعني أصبحت لا تبالي يعني بالتهديدات التركية أو لا تعطي أي اهتمام، خاصة كما ذكرت لك هناك تكرار يعني في نفس التصريحات ومن نفس الأشخاص حتى نعم. من أسرم في تركيا. طيب، الأهداف التركية قد تكون مختلفة عن الأهداف الأمريكية في سوريا يا أستاذ طه، وهذا ما يؤسس لعدم الثقة بين الجانبين ولربما تأخير أو حتى منع انطلاق عمليات عسكرية تركية تجاه الأراضي السورية. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟ المقاربة إلى حتى هذه اللحظة مختلفة تماما، يعني واشنطن هذه هي حليفها على الأرض السورية، تعمل في القضاء على هذه. أستاذ طه موضوع مهم. نعم، في الحقيقة هناك عدم كفاءة في الصوت. نعم. حبذا لو تعيد الإجابة. نعم، أعتقد أن أنقرة هي حاليا ما تخوض به حاليا، وخاصة من تصريحات قوية تقوم بها. طيب، في الحقيقة الصوت لا يصل في الكفاءة المطلوبة يا أستاذ طه. سأسمح لي أن أشرك في هذا النقاش من بروكسل حسين عمر الكاتب والممثل لحزب سوريا المستقبل في أوروبا، ومن ثم سأعود إليك راجين أن يتم إصلاح هذا الغلط الفني أو التقني. مرحبا بكم أستاذ حسين، بداية كيف تتابعون التطورات الأخيرة وتعاقب التصريحات المتعلقة فيما يخص اتفاق الآلية الأمنية في شمال وشرق سوريا؟ مساء الخير لك ولطيفك وللمشاهدين الكرام. أعتقد بأن تركيا جادة أكثر من أي وقت مضى في تهديداتها في ضوء التصريحات اللامبالية كما قال الأستاذ طه من قبل الحكومة الأمريكية. الأمريكيون يبدو أنهم لا يأخذون التصريحات التركية بعين جد، أو أنهم لا يعتبرون أنفسهم يعني هم المعتابون بخصوص هذه التهديدات، أي أنهم غير موجودون في المنطقة. لذلك أعتقد بأن المرحلة المقبلة ستكون حساسة وستكون فيها الكثير من المفاجآت. حتى نتذكر عفرين، بقيت تركيا تهدد منطقة عفرين 3 سنوات، وبعد في السنة الثالثة سلمتها أو يعني تنازلت روسيا مع النظام السوري عن عفرين، وجرت معركة كبيرة ما زالت مستمرة حتى الآن بشكل أو بآخر ضد قوات قسد داخل منطقة عفرين، وتم احتلال عفرين وتم تغيير يعني يجري فيها يعني حقيقة. طيب، يجري داخل عفرين الآن حرب إبادة، حرب إبادة ثقافية أثنية، حرب إبادة إنسانية، يعني جرائم حرب بكل أشكالها تقع في عفرين تحت الاحتلال التركي، ولا أحد من دول العالم أو حتى المنظمات العالمية تتحدث بشكل جدي عن ما تقوم به تركيا. لذلك يجب علينا أخذ التهديدات التركية باعتقادي بعين جد، وأردوغان سيقوم بعمل عسكري باعتقادي لأنه بحاجة إلى ذلك كي يثبت أركان حكمه الفردي أكثر، وكي يقمع ما يعني ما بقي موجودا داخل تركيا من الأصوات الحرة أو من الذين ينادون بالديمقراطية والحرية. طيب، أو ينادون بالتقارب مع دول المنطقة ومع شعوب المنطقة. طيب، اسمح لي أن أعود إلى ضيفي من أنقرة السيد طه عودة أغلو. أستاذ طه، أرجو أن تكون تسمعني بشكل جيد الآن. أستاذ طه، مهم.
طيب يبدو بأن الاتصال غير جاهز بعد مع الأستاذ طه. بالعودة إليك أستاذ حسين، تتكلم عن تهديدات تركية جدية حيال هذه المنطقة أو حيال منطقة شمال وشرق سوريا، رغم أن هناك كنت قد وجهت هذا السؤال في الحقيقة للأستاذ طه، ولكن نظرا لعدم كفاءة الصوت لم تتضح الإجابة. هناك تفاوت في المصالح واختلاف في الأهداف ما بين الجانبين الأمريكي والتركي في الأراضي السورية، إلى أي مدى هذا يؤدي إلى زرع عدم الثقة بين الجانبين وحتى يمنع من أنقرة من القيام بعمليات عسكرية؟ نعم، مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا أو مع دول العالم بشكل عام هي بنت سياستها أو أسست لرؤية مستقبلية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتستمر هي على ذلك المنوال حتى هذه اللحظة. الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع تركيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، لا تتعامل مع أركان الحكم في تركيا، لا تتعامل مع الرئاسات في تركيا، تتعامل مع المؤسسات. هذا الخطأ الكبير الذي تقع فيه الولايات المتحدة هي سبب عدم وقوفها بشكل جدي أو بقول لتركيا كفى إلى هذا الحد، بالرغم من الولايات المتحدة لديها الآلاف من الإثباتات التي تؤكد على دعم أردوغان للتنظيمات الإرهابية، على وقوف أردوغان منذ 15 عاما وحتى الآن ضد جميع مخططات الولايات المتحدة في المنطقة من غزو العراق وحتى هذه اللحظة. فكل ما تقوم به الولايات المتحدة تجد تركيا الأردوغانية أو أردوغان كحاكم تركي طيب في مواجهة مخططاته. لذلك أعتقد بأن ما زالت الولايات المتحدة تنظر إلى تركيا من ذلك المنظار، لذلك لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي بأن هناك تناقض بين مصالح الولايات المتحدة وتركيا. هل ثمت هل لمستم أي تململ أمريكي اليوم من اتفاق المنطقة أو اتفاق الآلية الأمنية، ولربما إشارات من أن واشنطن لن تكون جزء منها؟ يعني أعتقد بأن الولايات، التصريح اليوم الذي صدر عن البنتاغون وقالوا بأننا قلقين جدا من التهديدات التركية، هذا القلق لا يكفي. القلق بالنسبة للولايات المتحدة هو عادة تكررها الولايات المتحدة مع وجود أي تهديد على أي دولة من العالم أو على أي شيء من العالم. لنتذكر مثلا تنقيب تركيا عن الغاز في الساحل، على الساحل القبرصي أو في المياه الأقليمية القبرصية، أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جميع الدول الأوروبية عن قلقهم البالغ من ذلك، لكن لم يقوموا بأي إجراء ضد تركيا، وتركيا مستمرة الآن وبوتائر عالية في تنقيب عن الغاز بمقربة من الشاطئ القبرصي دون أن يحدث أي شيء. بالعكس طيب، يقومون بزيادة العلاقات مع تركيا. لهذا تركيا لها خصوصية يجب أن يدركها كل الناس باعتقادي طيب، ويجب أن نعلم بأن الولايات المتحدة، وتقول ذلك الولايات المتحدة بشكل علني لا تخفي ذلك، بأنها لا تفرط بتركيا، لا ترى في تركيا أردوغان كما نحن نرى بأن تركيا هي أردوغان. هذه مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت قبل قليل طيب. لذلك أعتقد بأن ما يجري هو يعني تركيا ستقوم بمراجعة نفسها، أردوغان سيقوم إذا رأى بأن بإمكانه أن ينجح في غزوه لمناطق شمال شرق سوريا كما جرى في عفرين، فلا استبعد أن يقوم بذلك بغض النظر عن الوجود الأمريكي أو عدم وجوده، لأن الأمريكيين حتى الآن ليس لديهم كلمة لا، وإذا طيب لم تكن لدى الأمريكيين كلمة لا فأردوغان سيكون جاهزا لأي عمل إجرامي من هذه نعم. النقطة اسمح لي أن أعود إلى ضيفي من أنقرة الذي يبدو بأنه بات جاهزا معنا الآن يا أستاذ حسين. أستاذ أغلو مرحبا بكم من جديد، هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك جيدا. طيب، كنت قد لا أعرف إذا سمعت الأستاذ حسين وتود أن تعقب على ما تفضل، ولكن أيضا لابد من قراءة الموقف السياسي اليوم من بعد بعض الشيء. يعني عندما تتحدث واشنطن عن مصالحها في سوريا، وأنت تعرف يا أستاذ طه أنقرة ما زالت تقيم علاقات مع روسيا، مما يدفع واشنطن للتشكيك
في نواياها، وفي ميزان الدول دوما الأقوى أو الأضعف هو من يجب أن ينتظر الأقوى. نعم أتفق معك في هذه الجزئية، وأعتقد يعني هو سبب التقارب التركي الروسي في الأشهر الأخيرة هو كان عقبة فيما حدث في شرق الفرات، وخاصة فيما يتعلق بالتوتر التركي الأمريكي. نتذكر جميعا في أغسطس الماضي عندما حصلت أنقرة على صواريخ S-400 منظومة صواريخ S-400، لاحظنا أن هناك كانت تهديدات أمريكية، تهديدات انعكست سلبيا على الاقتصاد التركي، هذا من جهة. ولكن أنقرة تيقنت تماما بأنها لا تستطيع يعني أن توافر ما بين الطرفين، يا الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا، والجميع كان يرجح أن تركيا هي أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل علاقات وفي ظل يعني التلاؤم والتوافق بين الطرفين في عدد كبير من الملفات كحلف الناتو، وك يعني هناك علاقات عسكرية واقتصادية بين أنقرة وواشنطن. لكن يعني كل هذه الأمور هي كانت ساهمت في تأكير الأجواء، وكما ذكرت لك في بداية حديثي الوضع، وخاصة في الفترة الأخيرة لاحظنا أن هناك إلحاح تركي كبير في شن عملية عسكرية، وكل هذه الأمور كانت لها تأثير في خلط الأوراق، خاصة فيما يتعلق باستراتيجية واشنطن في المنطقة. واشنطن هي على الرغم من تصريحات ترامب في الانسحاب من سوريا، ولكن واشنطن هي لا تستطيع أن تغادر قبل أن تنهي الوجود الإيراني داخل الأراضي السورية. طيب كلمة أخيرة إن سمحت يا أستاذ أوغلو، كون تجاوزت الوقت المخصص، إن كانت لديكم كلمة أخيرة فيما يخص الآلية الأمنية. نعم، إن كانت لديكم كلمة أخيرة فيما يخص اتفاق الآلية الأمنية كوني تجاوزت الوقت المخصص. يعني التصور أعتقد التهديدات سوف تستمر بين الطرفين، ما بين أنقرة وواشنطن، وهذه التهديدات سوف تكون لها انعكاسات على الوضع أو على مستوى العلاقات ما بين البلدين خلال الفترة المقبلة. أنا أشكرك جزيلا من أنقرة الكاتب والمحلل السياسي طه عودي أوغلو، ونشكر ضيفنا من بروكسل حسين عمر، كاتب وممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا. نذهب إلى فاصل مشاهدينا الكرام، ومن ثم نفتح الملف الآخر لحديث اليوم، أرجو أن تبقوا معنا.